بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنشوف فيها المستجدات بالنسبة للمرحلة القادمة، تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري، رباعية مقابل لا شيء، مباراة ولا أجمل ولا أروع في ختام عام 2020. عندنا تفاصيل كتيرة وعندنا موضوعات مهمة بالنسبة للمرحلة الجاية النهاردة، في فقرات أيضا مختلفة في برنامج الترند لنناقش أمور متعلقة بالمرحلة القادمة محليا بالنسبة للنادي الأهلي أو حتى إفريقيا بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن سريعا ندخل في سؤال حلقة النهاردة، وإحنا خلاص على مشارف نهاية عام 2020، إيه هي أفضل مباراة لعبها الأهلي خلال هذا العام؟ شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي ختام الحلقة هنستعرض كل الآراء والمشاركات من خلال وجهة نظركم، أفضل مباراة أداها الأهلي خلال هذا العام. وبصراحة عام كان مميز جدا، اتحقق فيه ثلاثية الدوري والكأس وبطولة إفريقيا، وفي مباريات بالتأكيد كانت مميزة وفي ذهن وفي بالتأكيد بتشغل كل جمهور النادي الأهلي. لكن تعالوا دلوقتي نشوف أهم ترندات حلقة النهاردة. في ترند الأهلي، الفريق الأول يبدأ الاستعداد لوادي دجلة، وكمان في ترند الأهلي سلبية مسحة ربيعة وقفشة، وفي الترند العالمي إقالة توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان. أهلا بحضراتكم من جديد، والنهاردة بالتأكيد في العديد من المباريات سواء المحلية أو حتى في الدوريات الأوروبية. منذ قليل انتهت مباراة أسوان والإسماعيلي في الدوري العام في مستهل بداية مباريات الجولة الخامسة، وأول انتصار للإسماعيلي في الدوري، فاز على أسوان بهدفين مقابل لا شيء، ودي الخسارة الثالثة لأسوان على التوالي. وبالتأكيد ممكن أسوان الفترة الجاية محتاج إعادة نظر بالنسبة للنتائج، خاصة أنه بدأ الموسم بانتصارين لكن بعد ذلك ثلاث مباريات فيها خسائر متتالية. الدوري الإنجليزي ومباريات البريمير ليج، النهاردة في أيضا خمس مباريات الساعة 8 في أربع مباريات في توقيت واحد. برايتون هيلعب مع أرسنال، بيرلي هيلعب مع شيفيلد يونايتد، ساوثهامبتون هيلعب مع ويست هام يونايتد، ويست بروميتش في مواجهة مع ليدز يونايتد، وفي الختام الساعة 10 مساء مانشستر يونايتد أمام ويلفرهامبتون في ختام مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي. في الدوري الأسباني أيضا في أربع مباريات، الساعة 6 بعد أقل من ساعة إشبيلية هيلعب مع فياريال، والساعة 8 وربع برشلونة في مواجهة مع إيبار، والساعة 10 ونص مباراتين في توقيت واحد، قادش هيلعب مع بلد الوليد، وليفنتي هيلعب مع ريال بيتيس الساعة 10 ونص أيضا. نتمنى النهاردة إن شاء الله تكون في مباريات موفقة، والناس النهاردة تستمتع بمباريات الدوريات الأوروبية تحديدا الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني. لكن في هذه اللحظات أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ندخل بقى في تفاصيل الحلقة، وعندنا شوية موضوعات وتفاصيل بالتأكيد مهمة لكل جماهير النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الترند. فقره ترند الترند هنقول النهارده معلومات وتفاصيل جديده بالنسبه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اول حاجه نبدا بيها خبر متعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وتحديدا الجهاز الطبي اللي هيكون موجود خلال الفتره القادمه، خاصه بعد اعتذار دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول خلال الفتره الماضيه، وتحديدا عقب نهائي دوري ابطال افريقيا امام نادي الزمالك. اخيرا ورسميا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اعلن منذ قليل ان الدكتور احمد ابو عبله هو طبيب الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وسيبدا مهام عمله رسميا غدا الثلاثاء، غدا الاربعاء، في تدريبات الفريق الاول لكره القدم استعدادا لمباراه وادي دجله. جاء بالتاكيد خلفا للدكتور خالد محمود الذي اعتذر عن استكمال المهمه لظروف خاصه. الفتره الماضيه كانت في العديد من السير الذاتيه كان تقدم بها الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه للنادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف بالتاكيد على ملف كره القدم مع لجنه التخطيط، لاختيار افضل السير الذاتيه لاختيار طبيب فريق الاول لكره القدم في الفتره القادمه لبدء مهام عمله. بعد دراسه العديد من السير الذاتيه تم الاستقرار على الدكتور احمد ابو عبله، بالتاكيد دكتور متميز وعنده خبرات كبيرة في هذا المجال تحديدا، كمان هو كمان متخصص في العظام وإصابات الملاعب، هيكون موجود في التدريب بدءا من الغد. بنتمنى له يا رب كل التوفيق، وتكون الفترة القادمة إن شاء الله في فترة إيجابية بالنسبة للفترة اللي جاية، والإصابات تكون قليلة وما يكونش عليه ضغوطات الفترة اللي جاية بإذن الله. نعرفين ضغط المباراة التوالي، المباراة هيكون في زحمة، أجندة المباراة الفترة الجاية بنسبة كبيرة جدا، وبالتأكيد هيساعده في هذا الأمر أيضا كمان التأهيل، لأن تأهيل اللاعبين مهم جدا في عمل أي جهاز طبي أو عمل أي طبيب لفرق الدرجة الأولى تحديدا. بالمناسبة
دكتور احمد ابو عبله مش غريب على قطاع كره القدم في النادي الاهلي، هو ايضا عمل خلال الفترات السابقه كطبيب لفريق الشباب مواليد 99، وبالتالي من جوه المطبخ من داخل النادي الاهلي عارف بالظبط يعني الشغل الطبي او الشغل العملي داخل النادي الاهلي واهميه العمل داخل النادي الاهلي وتحديدا شغل الدرجه الاولى بالنسبه للمرحله القادمه. نتمنى له التوفيق وخلاص نغلق هذا الملف، وخلاص الفتره اللي جايه في طبيب متخصص هيكون موجود في الجهاز الطبي وهيكون مسؤول عن الجهاز الطبي للفريق الاول، خلفا طبعا لدكتور خالد محمود اللي بالمناسبه بنوجه له الشكر والتقدير على الفتره السابقه. بصراحه الراجل اشتغل يعني بكل قوه وبكل جهد خلال فترات سابقه وعمل لسنوات طويله، وكان طبعا فترة طويلة جدا كان في ضغط مباريات وإصابات ملاعب كثيرة جدا، لكن الراجل بصراحة أدى شغله بكل إخلاص وأمانة داخل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. طيب خبر آخر وهو متعلق بأحد مهاجمي فريق النادي الأهلي السنغالي أليو بادجي. طبعا كلنا كنا سمعنا تصريحات الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال الفترة السابقة، واللي قال فيها أن خلال الساعات القليلة القادمة خلاص أليو بادجي هيكون موجود في أحد أندية الدوري التركي. تحديدا النهاردة أليو بادجي سافر إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي في إحدى الأندية أو تحديدا نادي أنكارا جوتشو في تركيا، نادي بيلعب في الدوري الممتاز، هيخضع للكشف الطبي. وكان تم الاتفاق مع أليو بادجي خلال الساعات القليلة الماضية على إمكانية إعارته في الفترة الحالية، خاصة بعد قيد اللاعب المغربي بدر بنون التزاما بعدد الأجانب المقيدين في القائمة المحلية. تم الاتفاق وإدارة التعاقدات اشتغلت على هذا الملف مع اللاعب السنغالي، وبالفعل خلال الساعات القادمة خلاص هو بيخضع لكشف طبي في نادي أنكارا جوجو في تركيا. وخلاص كلنا عارفين إن فترة الانتقالات الشتوية خلال ساعات أو خلال أيام قليلة تبدأ من 1 يناير، فكل نادي وكل لاعب بيحاول يظبط طبعا كل الإجراءات الإدارية بالنسبة لمستقبله الكروي خلال الفترة اللي جاية، وبنتمنى التوفيق لأليو بادجي خلال فترة الإعارة إن شاء الله يقدر يظهر بشكل جيد. ومحدش عارف بعد 6 شهور الانتقالات القادمة أو الكواليتي بالنسبة للاعبين الأجانب، المتغيرات كثيرة في كرة القدم ومحدش عارف النهاردة بكرة في إيه اللي ممكن يحصل، لكن أهم حاجة أنك بتبقى محافظ على الهيكل العام اللي أنت بالتأكيد بتشتغل عليه خلال الفترة الحالية، وإزاي يبقى عندك عدد مميز من اللاعبين لو ظروف القايمة والقيد ما تسمحش بوجودهم، إزاي تقدر تستفيد بإعارتهم في الفترة القادمة. وده ظهر بشكل طيب ورائع جدا لما عدد من اللاعبة المعارة من قطاع الشباب خلال الفترة الأخيرة كانوا بيلعبوا في العديد من أندية الدوري الممتاز، وبعد انتهاء فترة الإعارة حاليا بيثبتوا وجودهم مع النادي الأهلي وتحديدا خلال المباريات الأخيرة. وده يخليني أدخل على جزئية مباراة الاتحاد السكندري بالأمس. بشكل عام اللي بيحصل في فريق الكرة الفترة الحالية ده مش مجهود امبارح أو النهاردة، ده مجهود فترة طويلة الناس بتشتغل على سكواد وقايمة تقدر تشتغل وتلعب معاك 5-6 سنين لفترة جاية، والجيل ده تحديدا كان محتاج بطولة كبيرة عشان تثبت أقدامه داخل الملعب وأمام جماهير النادي الأهلي. وبالفعل التخطيط عشان ماشي بشكل متميز، ربنا كافئك ببطولة إفريقيا، ومكافئتك ببطولة إفريقيا ده ظاهر بشكل طيب في المباريات المحلية، ومع كل مباراة هتلاقي الأداء أفضل وأفضل. ومش هدي ده قياس على إن احنا نقدر نقول إن بيتس موسيماني بيثبت أقدامه، بيتس موسيماني مدرب متميز جدا وهيفيد الكرة المصرية الفترة الجاية، واختيار عبقري من إدارة النادي الأهلي. والدليل مش مباراة الاتحاد السكندري، أنا قلت دي بدايات للمرحلة اللي جاية، بيتس موسيماني ما زال لديه الكثير لكي يقدمه مع النادي الأهلي. امبارح بنشوف غيابات عديدة في صفوف الفريق، ولو بتفكروا أو بتبصوا على خط هجوم النادي الأهلي اللي كان موجود من 5-6 ماتشات واحنا بنختتم الموسم الماضي وبتشوفوا البداية في الموسم الحالي، هتلاقوا طاهر محمد طاهر، كهربا، محمد شريف مش هم العناصر الأساسية اللي كانوا بيختم معاك الموسم الماضي، كان عندك وليد سليمان وكان عندك حسين الشحات وكان عندك مروان محسن، لكن لا انت عندك داسكو يعني عدد مميز من اللعيبه وعندك عناصر واعده دخلت في التيم وظهرت امبارح بشكل متميز. بنشوف قدامنا التمريره الرائعه لطاهر محمد طاهر، بنقول له الف سلامه عليك، يعني 4-5 ايام بالكثير وان شاء الله طاهر هيكون موجود في التدريبات ويكون في المباريات الفتره اللي جايه. كهربا بيثبت ان هو صفقه مميزه جدا ولاعب هيستفيد بيه النادي الاهلي، وهو كمان على المستوى الشخصي هيقدر يرجع للمستوى اللي احنا عارفينه عن محمود كهربا. أكرم توفيق في الهدف اللي أحرزه امبارح كمان لما نزل في التغييرات اللي تمت امبارح، لما نزل أكرم توفيق وأكرم من اللعيبة لما بدأ في التشكيلة الأساسية، ودي تاني مباراة أساسية ليه بعد مباراة سناديب بطل النيجر، شفنا أكرم توفيق إزاي بيثبت أقدامه، ودي فكرة اللعيبة الصغيرة اللي انت بعد انتهاء الإعارة بتضيفها على الفريق الأول زي أكرم وزي ناصر ماهر وأيضا كمان أحمد ياسر ريان اللي دوره جاي. محمد شريف وأداؤه المميز امبارح
ومحمد شريف تحديدا من اللعيبه اللي هتفيد بيتس موسيماني في طريقه اللعب. فده يعني بينم على ان المرحله اللي جايه باذن الله بالنسبه لفريق الكوره في متغيرات وفي امور هتبقى ايجابيه افضل، مش نتائج فقط، لا نتائج واداء. ولاعبي خط الوسط بنتكلم في حمدي فتحي، اليو ديانج، اكرم توفيق في غياب النجم طبعا خط الوسط الكابتن عمرو السوليه. خط الدفاع بتلعب ببدري بانون، وبدري بانون انت بتتكلم في كواليتي لعيب مش موجود في الدوري المصري تحديدا اخر حوالي 4-5 سنين. يعني اخر مره كنا بنشوف لعيب بالكواليتي ده كان كابتن عماد النحاس. تقدر تجيب بدري بانون، وبالمناسبه الناس في المغرب حزينه ان طبعا بدري بانون مش موجود في الدوري المغربي، لانه بالتالي مش هيكون موجود مع منتخب المغرب للمحليين في كاس الامم اللي جاي في الكاميرون. فعشان تعرفوا انتوا جايبين لعيب على اعلى مستوى هيكون اضافه. عندك كمان اضافات زي ياسر ابراهيم، رامي ربيع، عندك الناحيه اليمين محمد هاني واحمد رمضان بيكهام، في ايمن اشرف، في محمود وحيد، علي معلول. فرقه الكره الحمد لله بعض الاضافات البسيطه الفتره الجايه ان شاء الله المستقبل هيكون مختلف تماما بالنسبه بانك بتبني جيل لمده 6 أو 7 سنوات. ولسه مباراه دجله ولسه في مباراه كثيره هنشوف فيه تفاصيل واضافات افضل من كده كمان بكتير بعد الاداء الرائع اللي ظهر في مباراه الاتحاد السكندري. طيب خبر اختم بيه وهو له علاقه باتحاد الكره المصري. اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره الاتحاد الكره خلال الفتره الحاليه برئاسه احمد مجاهد هتعقد اجتماعا غدا في الواحده ظهرا مع رؤساء انديه القسم الممتاز لدراسه الامور المتعلقه بتشكيل رابطه الانديه المحترفه واجراءات قيد يناير واخر المستجدات الخاصه بتقنيه حكم الفيديو المساعد بالاضافه الى الاجراءات الاحترازيه المتبعه في مباريات الدوري العام. طيب تشكيل رابطه الانديه المحترفه بصراحه قرار مميز جدا، وكان يجب فعلا تعطيل عمل لجان المسابقات عشان تشكل رابطه، والرابطه هي اللي تجيب لجنه تدير المسابقه. ده قرار محترف مميز جدا بامانه من اللجنه الثلاثيه، بينم للناس عندها خبرات وافكار ازاي تطبق الفتره اللي جايه. قيد يناير عالجوا المشكله، وان ازاي اللجنه الخماسيه كانت عملت ازمه في قيد يناير، اللجنه الثلاثيه عدلتها بشكل رائع وبقت خلاص في شهر يناير، وشرحنا ده في حلقات سابقه. لكن هتوقف عند اخر المستجدات الخاصه بتقنيه الحكم الفيديو المساعد. تقنيه الفار انت لما طبقتها انت بترتقي بالمسابقه وبتوصل لمرحله من الاداء المحترف للمسابقه هتبقى كبيره جدا والناس كلها بتتفرج وبتتابعها، لان افريقيا كلها ما بتطبقش هذه التقنيه الا مصر والمغرب، والكل كان بيحاول يسبق ويقول ان مصر الحمد لله كان ليها الرياده وطبقت التقنيه في مباريات الدوري العام. معنى انك تناقش اخر المستجدات وفي تفكير في الغاء تقنيه الفار، انت هنا بترجع بقى خطوات للخلف. يعني احنا بنشيد ان في تشكيل لرابطه الانديه، وبنشيد ان في مراعاه لمصالح الانديه المصريه وفي تعديل في قيد يناير، لكن في نفس الوقت لو فكرنا او خدنا قرار بالغاء تقنيه الفار، لا احنا بنرجع كده 20-30 سنة لورا. ده لا يجوز وما ينفعش، وايا كانت الظروف اللي ممكن تعوق اللجنه عن تنفيذ هذا الامر، اللجنه الخماسيه انا بشيد بها في الجزئيه دي، اشتغلت على ان ازاي يكون في تقنيه الفيديو، واشتغلت على ازاي ان يكون في كوره موحده في الدوري العام. فبالتالي الناس فكرت وطورت الكوره وطورت المسابقه بشكل كويس. اللجنه اللي هتيجي بعدها لازم تكمل، لو في اخطاء تعالجها او تزود، لكن تتراجع في قرار مميز زي ده وتلغي التقنيه اعتقد امر هيكون فيه ضرر كبير جدا للانديه. والنادي الاهلي تحديدا كان طلب كثيرا ومرارا وتكرارا ان التقنيه لازم تكون موجوده، وبالفعل التقنيه وجدت في الدوري المصري، ما ينفعش نلغي هذا الامر في ظل ان الكل بيحاول يشوف الاحدث ويطبقه. يعني لو عندك مشاكل في التقنيه شوف المشاكل اللي فيها ايه وحلها، عندك مشكله مع الشركه المسؤوله شوف مشاكلها فين وحلها، لكن تلغي ده هيكون امر غير مقبول بالمره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نطمن بقى على تدريبات الاهلي والاستعداد لمباراه دجله بعد الفوز الكبير في مباراه الامس على الاتحاد السكندري ب4 أهداف مقابل لا شيء. اهلا بحضراتكم من جديد، واخبار الاهلي ومتابعه لاخبار الاهلي خلال الساعات الاخيره. كنت لسه بتكلم مع حضراتكم وقلت ان القرار الرسمي من اداره النادي الاهلي اعلنه الكابتن ساير عبد الحفيظ بوجود دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي خلال الساعات القادمه، خلفا طبعا لدكتور خالد محمود الذي اعتذر لظروف خاصه خلال الفتره السابقه. طيب لمزيد من التفاصيل ولاول مره على شاشة قناة النادي الأهلي معانا عبر الهاتف دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. دكتور أحمد مساء الخير عليك وألف مبروك هذه المهمة، وبالتأكيد نتمنالك التوفيق يا رب خلال الفترة اللي جاية. مساء الخير يا محمد، وأهلا بيك وأهلا بكل مشاهدين قناة النادي الأهلي، والحمد لله ويا رب يعيننا يا رب إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله.
اقول لك مبروك ولا اقول لك ربنا يكون في عونك؟ بالتاكيد الفتره الجايه عارفين في ضغط مباريات، وتحديدا الدوري المصري وضغط المباريات والامور في الكره المصريه مختلفه عن العالم بره، فالناحيه الطبيه بيبقى في صعوبات كبيره خاصه في الكره الافريقيه والكره المحليه تحديدا. ازاي هتقدر تتعامل بقى مع الملف ده الفتره الجايه، وخاصه انك مش غريب عن المكان، حضرتك احد الاطباء اللي اشتغلوا في قطاع الناشئين وتحديدا فريق الشباب، وعندك خبرات كبيره في هذا الشان. يعني يا محمد، هو طبعا مبروك لان ده تشريف ليا طبعا ان انا رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي، ده شرف كبير جدا طبعا لاي دكتور في العالم كله مش في مصر بس. تمام. وربنا يعيننا طبعا، لان فعلا المهمه مش سهله، الحفاظ على صحه لاعبين النادي الاهلي ديت مهمه كبيره ومحتاجه مجهود كبير ومحتاجه تركيز عالي، ويا رب ان شاء الله ربنا يعيننا على المهمه دي، وان شاء الله نقدمها على اكمل وجه، وان شاء الله باذن الله نطلع بنتائج كويسه جدا ان شاء الله. طيب، خلال الفترات الاخيره انا عارف كان في سير ذاتيه دكتور محمد شاور رئيس اللجنه الطبيه تقدم بيها للاداره، وكان في دراسه لهذا الامر وتمت اجتماعات. يعني لما اتعرض عليك الامر استقبلت الموضوع ازاي، والاجتماعات اللي تمت خلال الساعات الاخيره قبل الاعلان بشكل رسمي؟ يعني هو في البدايه كده انا احب اشكر الاول، يعني الحمد لله طبعا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتشرف بالمهمه دي، واشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، دكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه، يعني كان من يعني كان هو اول حد بلغني بالخبر، وكان في اجتماعات طبعا وكان في مشاورات كتير، والحمد لله الحمد لله ان كان في استقرار يعني على شخصي، ويا رب تكون ثقه غاليه منهم، وان شاء الله اكون قدها، وان شاء الله ربنا يعيني عليها اكيد حركه ده ودود باذن الله. انا طبعا مش هثقل عليك، بكره ان شاء الله اول عمل رسمي مع الفريق الاول باذن الله في التدريب. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هكون موجود معاهم من الساعه 1 ان شاء الله. باذن الله، الف مليون مبروك، نتمنى لك التوفيق، والفتره الجايه يا رب باذن الله تكون افضل، خاصه كمان مع اجراءات فيروس كورونا، اعتقد هيكون في تفاصيل كتيره الفتره الجايه تقدر طبعًا تشتغل عليها بشكل كويس طبعًا مع الفريق سواء محليا او افريقيا دكتور احمد. طبعا طبعا ان شاء الله، وان شاء الله نتابع كل البروتوكولات العالميه في التشخيص والعلاج باذن الله جائحه كورونا، وان شاء الله ربنا يعيننا على المهم. دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله اللي بالتاكيد في اول حديث رسمي لطبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بعد الاعلان من قبل اداره النادي الاهلي. طبعا دكتور احمد ان شاء الله نتمنى له التوفيق الفتره الجايه، اهلي لهذه المهمه، وبنشكر بالطبع ايضا كمان دكتور محمد شاور رئيس اللجنه الطبيه اللي اشتغل على هذا الملف في الفتره الاخيره مع الكابتن محمود الخطيب لدراسه هذا الامر وما يكونش فيه اي خلل، خاصه ان كمان الفتره اللي فاتت بنشكر ايضا كمان دكتور اسامه مصطفى اللي كان موجود بشكل رسمي في الفريق الاول بعد اعتذار دكتور خالد محمود بعد نهائي افريقيا، ومحدش حس باي مشكله خالص، دايما الاجهزه الطبيه في النادي الاهلي بتشتغل بشكل علمي سليم جدا، والكل داخل النادي الاهلي موجودين داخل الكيان عارفين كل التفاصيل، والناس ولا اكن بيحصل اي اختلاف، تاني يوم على طول الناس بتشتغل وبتخش في الموضوع على طول، والناس بتشتغل الحمد لله بشكل كويس جدا. طيب، اخبار النادي الاهلي اللي كانت مهمه النهارده، اول حاجه النهارده الحمد لله يمكن ابرز خبر سلبيه مسحه محمد مجدي قفشه ورامي ربيعه، طبعا كان الثلاثي كان عمرو السوليه، لكن لسه للاسف المسحه بتاعته حتى هذه اللحظه ما زالت ايجابيه، لكن الحمد لله رامي ربيعه ومحمد مجدي قفشه اصبحت المسحه سلبيه ويكونوا موجودين في التدريبات خلال الساعات القادمه ان شاء الله. طبعا كان بيتسو موسيماني ايضا قبل مباراه الاتحاد كان اجرى مسحه والحمد لله طلعت سلبيه، ورغم ان كان البعض نصحه انه يكون في فتره راحه او فتره نقاهه عده ايام، لكن الراجل كان حريص انه يكون موجود في التدريبات وعلى طول قاد مباراة الاتحاد السكندري المميزة بالأمس وللأهلي فاز فيها بأربعة أهداف مقابل لا شيء. النهاردة التدريب كان صباحا على طول، مفيش وقت للراحة، أنت عندك مباراة يوم الجمعة مع وادي دجلة في الأسبوع الخامس، فمفيش أي وقت للراحة خالص. بعد مباراة الأمس النهاردة كان في تدريب صباحي، وكابيلو مدرب الأحمال كان بيخوض تدريب بدني مع اللاعبين مع بداية مران اليوم، واللعيبة أدت تدريبات للجري وتدريبات متنوعة. طبعا المجموعة اللي شاركت بالأمس كان تدريب استشفائي، والمجموعة اللي لم يكن لها نصيب من المشاركة خاضت تدريب النهاردة وتقسيمة في وسط ملعب التتش. التدريب الاستشفائي ممكن يكون في الجيم، ممكن يكون تدريبات خفيفة في الملعب، والنهاردة بالفعل كان في تدريبات كرة طائرة في ملعب التتش. نزلة برد النهاردة كانت وراء عدم مشاركة محمود كهربا في تدريب اليوم حسب تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. طيب، مزيد من التفاصيل
أذهب مباشرة عبر الهاتف مع الزميل العزيز شريف شعبان اللي موجود وتابع النهاردة كل اللحظات المتعلقة بالتدريب وكل أخبار تدريب الفريق الأول. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. عام جديد بإذن الله منتظره خلال الأيام، يا رب بإذن الله يكون يوم أو عام سعيد بإذن الله للنادي الأهلي ويتوج فيه بكل البطولات بإذن الله. طيب، الأهلي بيختتم 2020 بالفوز على الاتحاد بربعية، وكان بدأ عام 2020 بالفوز على المقصة بهدفين مقابل لا شيء. بداية موفقة وسلسلة بطولات وختام مميز. ما شاهدته في تدريب اليوم والاستعداد للعام الجديد بقى بالنسبة ل 2021 بإذن الله؟ زي ما كانت 2020 كان وشه خير على النادي الاهلي وقدر يتوج بالنجمه التاسعه باذن الله. باذن الله يكون 2021 ووش الخير ايضا على النادي الاهلي، وابتديها بمباراه دجله اللي هتكون يوم الجمعه باذن الله ويتوج بالنجمه العشره. التمرين دون راحه، استعداد النادي الاهلي، توالي مباريات، ضغط المباريات كل يومين ثلاثه، في مباراه ما بين المباراه المحليه في الدوري الممتاز او كاس مصر او البطولات الافريقيه. الاهلي النهارده دون راحه بيستأنف تمريناته بعد الفوز الكبير امس على سيد البلد باربع اهداف مقابل لا شيء في اداء ولا اروع ولا اجمل للنادي الاهلي. يمكن الساعه 11 كان ميعاد التمرين، ما حضروش النهارده مستر رابيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي نظرا للاجهاد. الراجل راجع من يمكن مرض رخم قوي بلغه يعني اللغه الدارجه لينا في الوسط الرياضي، يمكن عنده لسه مجهد ففضل راحته النهارده. الجهاز الطبي بكره باذن الله هيكون موجود على قياده التمرين، ولكن هو بخير وبكل صحه النهارده. ايضا كهربا النهارده شاهدته النهارده كان جاي لابس الكمامه على وجهه وعنده دور برد، يمكن الجهاز الطبي على طول تعامل معاه بالكشف وفضل راحته اليوم وعمل الاشاعات والتحاليل اللازمه حرصا على سلامته. ولسه راجع من يمكن مرض ايضا كورونا، باذن الله يكون شويه برد بس باذن الله. بكره هيبان اكتر بس باذن الله من الشكل العام هو دور برد، لان الجو ساقعه واللعيبه تعرف بعد الماتش يبقى طالع عرقان في التيشيرت بتاعه فممكن ياخد لطش هواء ولا حاجه. فباذن الله بكره يكون موجود مع باقي زملائه باذن الله. يمكن في خبر، يمكن في دكتور جديد بيتعين بكره هيكون موجود في التمرينات، الدكتور احمد ابو عبله باذن الله هيكون دكتور جديد للفريق. والنهارده تم توجيه الشكر طبعا للدكتور اسامه مصطفى طبيب الفريق اللي استعان به الاهلي من قطاع الناشئين، ويمكن الدكتور احمد ابو عبله ايضا دكتور كان في فريق الشباب في قطاع الناشئين. الكل بيشهد للدكتور احمد ابو عبله بالكفاءه الكبيره اكيد. وكان معنا عبر الهاتف منذ قليل يا شريف وتحدث عن المهمه والدور، وبكره ان شاء الله يكون موجود في تدريبات باذن الله. باذن الله طبعا لازم نشكر الدكتور اسامه مصطفى على المجهود الكبير اللي عمله في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي من كفاءه كبيره جدا، ابرزها الدكتور اسامه مصطفى طبيب الفريق اللي بيعود مره اخرى الى قطاع الناشئين. النهارده كان خبر مفرح جدا فاجئنا بيه او فرحنا بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، هي تلبيه عينه قفشه وربيعه وهيكونوا موجودين في التمرينات. للاسف لسه استمرار عين السوليه، ولكن باذن الله في خلال يومين ثلاثه باذن الله يقدر السوليه يرجع الى تمرينات مره اخرى. التمرين بدا في الساعه 11 الصبح، كان يمكن جلسه من مدير الكوره وطبعا كيفن جونسون وكابتن سامي قمصان وباقي الجهاز مع لاعبي النادي الاهلي، ويمكن نسيان بقى مباراه الاتحاد ونتيجه كبيره قدام الاتحاد تركيز فقط في مباراه دجله، مباراه بلغه الكوره، مباراه قويه جدا، مباراه رخمه، فريق بيلعب كوره جميله، لازم من اول دقيقه نكون مركزين عشان نقدر نفنش الجيم عشان نقرب خطوه كبيره او خطوه ستيب باي ستيب عشان خاطر باذن الله نفنش الموسم الصعب، الموسم الدوري. ويمكن محاضره لازم نركز في المباراه من اول دقيقه، لان المباراه بلغه الكوره مباراه رخمه. تمرينات النهارده بدنيه قويه جدا اللي ما شاركش في مباراه الامس علشان خاطر يعادل الحمل التمريني الحمل البدني للعيبه اللي شاركت. اللعيبه اللي شاركت امبارح تمرين بدني النهارده في الملعب خفيف جدا مع الجيم مع حاجات الاستشفاء بقى، جهاز الثلج، المختص، الساونا، الجاكوزي، الحاجات كلها للاهلي موجوده في جهاز الكره في النادي الاهلي على احدث مستوى في العالم. بكره باذن الله التمرين هيكون الساعه 3 العصر، تمرين طبيعي خالص لكل اللاعبين لان بكره خلاص بقى بيبدا يستعد بشكل كبير جدا لمباراه دجله. اكيد اصابات، تمام اصابات. عاوز كان معاك محمد، لو عاوز تسال حاجه يعني اختم معاك. كريم نيدفيد هل دخل تدريب جماعي وهو محمد محمود ولا لسه؟ اختم بس معاك بالجزئيه دي. الاصابات كريم نيدفيد باذن الله ومحمد محمود، يمكن كريم في خلال اسبوع 10 ايام باذن الله هتلاقيه مشارك بصفه
طبيعيه جدا. ده الخبر المفرح لكل جماهير النادي الاهلي في اخر شهر واحد اول شهر اثنين، هتلاقي محمد محمود تباعا بعديه ب 20 يوم هتلاقي بإذن الله. محمود متولي باذن الله. باذن الله. زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. كان متابع وحاضر تدريب فريق الكره النهارده بعد مباراه الاتحاد والاستعداد لمباراه دجلة. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي والمحتوى الموجود ولكن عبر السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي هنستعرضه من خلال صفحات السوشيال ميديا، خاصه بعد مباراه الامس والفوز على الاتحاد برباعيه مقابل لا شيء. نبدا مع بعض من الحساب الرسمي للنادي الاهلي، وهنا بقى بتبدا تشوف روح اللعيبه مع بعض، وده اللي بيظهر في كل وقت من الاوقات. نشروا سؤال الصفحه الرسميه والحساب الرسمي للاهلي، مين هو نصر المباراه؟ طب تعالوا نشوف مع بعض الروح الطيبه اللي كانت موجوده في الاجابه على هذا السؤال. اللعيبه بنفسها دخلت وشاركت من خلال الحساب الرسمي للنادي الاهلي، ومحمود كهربا من خلال حسابه الرسمي دخل وقال طاهر محمد طاهر. طبعا طاهر عمل اسيست ولا اروع لكهربا، وكهربا سدد الكره على يمين حارس فريق الاتحاد. حسين الشحات دخل ورد وقال ايمن اشرف. محدش من اللعيبه بيقول مثلا ايه انا نجم المباراه، لا كهربا بيقول طاهر، وحسين الشحات شايف ان ايمن اشرف نجم المباراه. وبصراحه يعني نسر المباراه امبارح بالامس الفريق بالكامل، امبارح اللعبه كلها بصراحه عملت مباراه ولا اروع، ومتعوا جماهير النادي الاهلي باداء مميز وبالتاكيد نتيجه كبيره جدا. لسه مع الحساب الرسمي للنادي الاهلي، وطبعا الفوز الثالث على التوالي، 9 نقاط وصداره الترتيب بعد الفوز في اول 3 جولات من مباريات الدوري، وتاجلت مباراه الزمالك الى موعد لاحق. طيب لسه كمان بنشوف مع بعض الحساب الرسمي ايضا للنادي الاهلي، ولكن على الفيسبوك كتبوا 10 اهداف في 3 مباريات فقط. طبعا بنتكلم على توزيعه المباريات، بالتاكيد كانت توزيعه مميزه، انت بتكسب بالثلاثه في مباراتين، ومباراه الاتحاد بتكسب ب4 اهداف، فعامل حصيله اهداف متميزه، احرزت 10 اهداف ولم يتلقى شباكك سوى هدف واحد. كمان بنتكلم على المحتوى وبنشوف قناه النادي الاهلي، الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي على تويتر كتبوا ان كهربا في الدوري حتى الان في 3 مباريات احرز 3 اهداف، وده شيء مميز جدا، بدايه قويه لمحمود كهربا لاثبات الوجود مع النادي الاهلي بعد الفتره الاخيره. صفحه يلا كوره بصراحه كتبت عنوان مميز جدا، الاهلي يمتع ويبدع في الدوري المصري، فاز على المقصه 3-1 وعلى غزل المحله 3-0 وختاما مع الاتحاد السكندري 4-0. طيب نشوف بقى مستر اسيست الاداء المميز، صفحه الدوري المصري والحساب الرسمي ليها على الانستجرام اتكلموا على اسرع ديليفري في مصر مستر اسيست علي معلول في الدوري حتى الان، من خلال 3 مباريات عمل 4 اسيست، من ضمنهم مباراه امبارح عمل 2 اسيست مميزه جدا. علي معلول لعيب عظيم جدا، لعيب محوري لا غنى عنه، ولعيب بصراحه كتب وحفر اسمه داخل جدران النادي الاهلي وما بين صفحات التاريخ في النادي الاهلي. علولو النجم التونسي الشهير. صفحه في الجول عملوا طبعا صوره رائعه جدا لعلي معلول راكب موتوسيكل، وباختيار متابعه في الجول ملك الحلول علي معلول رجل مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. طيب على نفس الشان وبنفس الصوره ولكن بمعنى تاني خالص من خلال صفحه الوطن الرياضي، قالوا على علي معلول ملك الحلول واسرع ديليفري في مصر، معلول يتصدر تويتر بعد تالقه مع الاهلي بالامس. طبعا صفحه في الجول عملت علي معلول وهو راكب موتوسيكل طبعا ديليفري، والوطن الرياضي قالوها نصا اسرع ديليفري في مصر، لان بالتاكيد الاسيست اللي بيلعبه معلول مع زملائه بيديك الكوره وانت رايح المرمى في عشر من السنتيمترات يقدر يبصي لك الكوره وتجيب هدف ولا اروع. طبعا لازم يتصدر تويتر علي معلول نجم مميز جدا. صفحه جول مصر اتكلموا عن النادي الاهلي في اخر 24 مباراه عمل نتائج متميزه جدا. صفحه جول على تويتر قالوا ان الاهلي في اخر 24 مباراه فاز في 21 لقاء، تعادل في 3 مباريات، لم يتعرض للهزيمه الحمد لله يا رب دايما بهذا الشكل، بطل الثلاثيه الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا، ويا رب الرباعيه والخماسيه مع السوبر المحلي والسوبر الافريقي، لكن لما نشوف موعدهم الفتره اللي جايه. طيب نركز مع بعض بقى ونشوف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بالعربي، كتب وحط صوره رائعه، اولا الصوره لمحمد مجدي قفشه ومروان محسن في احتفال الاهلي بدوري الابطال، كتبوا على الصوره ايه؟ لقطه انسانيه، تعزيز الرقم القياسي واحتقار مصري لربع الألقاب، هداف مقصى من ربع النهائي وهدفين ولا أروع في النهائي، بطل ب4 مدربين وموسيماني يعادل الرقم الجوهري،
نعود بكم إلى أبرز أحداث وأرقام دوري أبطال إفريقيا 2020 واللي انتهى بتتويج الأهلي بلقبه التاسع. طبعا احنا بنتكلم هنا على تويتا لفيفا بيتكلموا على أرقام قياسية وأهداف مميزة ونتيجة رائعة لبيتس موسيماني قدر يعادل بيها رقم محمود الجوهري. أنا هشرح الجزئية دي. الجوهري تحديدا فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين مع ناديين مختلفين، نفس الأمر قدر بيتس موسيماني حقق نفس الرقم القياسي، فاز بدوري أبطال إفريقيا مع ناديين مختلفين، لكن شاءت الظروف أن البطولتين اللي فاز فيهم مع سان داونز عام 2016 ومع الأهلي عام 2020 كان المنافس التقليدي ليه في النهائي كان نادي الزمالك، فبالتأكيد بيمثل عقدة لفريق الزمالك تحديدا في مباريات دوري أبطال إفريقيا. رقم رائع واهتمام مميز جدا من فيفا الحساب الرسمي ليه على تويتر عن النادي الأهلي. آخر حاجة، الحساب الرسمي للنادي الأهلي كرة السلة الأهلي باسكت بول بيتكلم على أن لا جديد يذكر ملكات سلة الأهلي بطلات لدوري المرتبط للموسم الخامس على التوالي، ودايما كرة السلة والطايرة واليد بتحقق نتائج متميزة. محتوى مميز عن نادي القرن، النادي الأعظم في التاريخ. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وسريعا عشان وقتنا جري معاكم بسرعة هستعرض مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، هو المتعلق في ختام 2020 أفضل مباراة خاضها الأهلي هذا العام. طيب نبدأ بأسيا غنيمي بتقول مباراة الأهلي والزمالك في إفريقيا. أبو طارق بيقول مباراة القرن والقضية. محمود حمدي العمدة بيقول مباراة القرن. طبعا الكل بيتكلم على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية دوري الأبطال، وكانت القضية ممكن وفوز الأهلي بدوري الأبطال، لكن سنة كانت سعيدة على كل جماهير النادي الأهلي. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.